طيب، مساء الفل يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم؟ دلوقتي احنا عايزين بس نراجع مراجعة سريعة كده عن اللي احنا شرحناه في الجاز جانجرين. الفيديو ده مش هنطول فيه بإذن الله. هندي بس هنتس او اوفر فيو كده عن اللي احنا شرحناه او الحاجات المهمة يعني. طيب، اولا حكينا قصة احمد ان هو اتجرح من بكار اكسيدنت، بعدين ربط الجرح، صحابه جم قالوا له، واحد قال له لازم ما تربطش الجرح، واحد قال له حط ميه اكسجين، واحد قال له لازم تروح المستشفى، واحد قال له رجلك يمكن لو حصل كومبليكيشن انها تقطع. وطبقنا الكلام ده على الدرس كله، قلنا عليه جاز جنجرين، جاز جنجرين قلنا ده كومبليكيشن من الووند انفكشن، حصل ووند وحصل عليه انفكشن، يوجوالي بيبقى وور انجريز او ستريت اكسيدنت، بس لازم يكون الانجري دي ديب، تمام، مش سوبرفيشال، مش سطحيه. اتكلمنا عن الاورجانيزم اللي بتسببها، ساكاروليتيك وبروتيوليتكس. ساكاروليتكس قلناها في كلمه سو، كليستريديوم والشياي، سبتيكم ودمينيتس، والبروتيوليتك هيستولاتيكم وسبوروجينس. قلنا الساكاروليتيك بتعمل فرمنتيشن للشوكه تدي اسيد وجاز، وبتعمل فرمنتيشن للتمس ميلك بتدي حاجه اسمها ستورمي كلوت او كلاكيع بيضاء كده. البروتيوليتك بتعمل ليكويفاينج للجيلاتين. قلنا على الروبرتسون كوك ميد دي هتعمل ساكاروليتك رياكشن وهتدي حمار كده وريحه مش كويسه، رينت سميل. اما دي البروتيوليتك رياكشن هيطلع لنا H2S اللي هو عنده باد اودر، هيتفاعل مع الهيموجلوبين هيدينا ايرون سلفيت اللي بيدينا بلاك كولر بتاع الجنجرين ده. اتكلمنا شويه انفو عن الكوليستريديا، وان قلنا ان هي انيروبيك بتموت في الهواء، لازم تعيش في بيئه ما فيهاش اكسجين. تاني حاجه ان هي جرام بوزيتيف. تالت حاجه اكيد ان هي سبور فورمينج، وان هي طبعا باسيلاي. قلنا ان هي الهابيتات الاساسي بتاعتها هو في الانتستاينال تراكت او في الجي اي تي بتاعت الهيومن والانيمالز، وان هي بتعيش كسابروفيتس يعني ان هي مترممه على بقايا الاكل في الجي اي تي. قلنا ان معظم الكلوستريديا ان هم نشيطين، قلنا ان هم نشيطين ليه؟ ما بيلبسوش جاكيت وبيتحركوا، الا الواحده اللي هي الكسوله اللي هي الويلشياي دي لابسه الجاكيت وقاعده في مكانها ما بتتحركش. قلنا ان السبور هو اللي بيحدد لنا، بيعمل لنا ايدنتيفيكيشن لشكل السبور، هو وشكله والبوزيشن بتاعه بيحدد لنا ده نوعها ايه، الاورجانيزم ده نوعه ايه وهكذا. قلنا لو شفنا ميه فيها فيكال بولوشن، لا عفوا، لو شفنا ميه فيها كوليستريديا ده هنقول ان هي ملوثه بمياه الصرف الصحي، تمام. اتكلمنا عن اني مايكروب، قلنا في مورفولوجي، كلتشر، فيريلنس، باثوجينيسيس، دايجنوزيس، بريفنشن، تريتمنت. اتكلمنا اول حاجه عن بدانا في كليستريديوم بريفرنجس، قلنا ان معلومات مهمه عنها في هنا ان هي كومنست اورجانيزم اللي بتسبب جانجرين، جاز جانجرين. قلنا ان هي مش نوع واحد، دي خمس انواع، بنفرق بين الخمس انواع دول بحاجتين، السيرفيس اندجين والاكزوتوكسينز. قلنا ان التايب اي وسي هم المرتبطين بالهيومن ديزيز بس، تمام. اما اي واحد ده ليه علاقه بثلاث امراض، جاز جانجرين، سيلولايتس، واليوتراين انفكشن. قلنا المورفولوجي بتاعها سهل جدا، لازم انت تعرف لي بس السبور شكله اوفال وسب تيرمينال ونوت بالجنج، وان هي طبعا جرام بوزيتيف باسيلاي. اتكلمنا عن الكالتشر، قلت لازم تعرف انها عفوا ان هي بتزرع على بلاد اجار، والبلاد اجار فيه شروط لازم تزرع عليه اربع، لازم تسيبها 4 ايام على درجه الحراره 37، لازم انيروبيك طبعا. تدينا حاجه مهمه جدا اسمها بيتا هيموليسيس او هيموليسيس كامل ل لل لل للدم يعني، او الار بي سيز عفوا، تمام. قلنا ان هي سيلكتيف، في حاله سيلكتيف ميديا هنزرعها على 3 حاجات، اهم حاجه فيهم ان نيومايسين بلاد اجار، في طبعا تشوب ميت وثايوجلايكيت ميديا نقدر نزرعها عليهم برضه كسيلكتيف ميديا. اتكلمنا عن التوكسين والانزيم برودكشن، وفصلنا عملناهم سكيماهم في تي او شاي. اتكلمنا اول حاجه عن الفا توكسين اللي هي الليسيتينيز اللي هو بيكسر حاجه اسمها ليسيتين، ليسيتين ده حاجه فوسفوليبيد في السيل ميمبرين. اتكلمنا عن حاجه اسمها ثيتا توكسين او سايتوليسين بيعمل تيشو ديستراكشن. اتكلمنا عن اكسترا سيلول انزيم، اهم حاجه فيهم الهيمولايسين، وعندنا برضو البروتييز والحاجات دي بتساعد في الانفيزيف بروسيس اللي بتعملها الاورجانيزم ده. اتكلمنا عن الباثوجينيسيس، قلنا ان الجاز جانجرين ده عنده بور بروجنوزز يمكن يؤدي للوفاه.
وان هو ما بيسببوش ميكروب واحد، ده بولي مايكروبيال. و الانفكشن بتاعه عادة ان بيبقى فيه ووند، وده الووند ده متلوث ب cultivated land. cultivated land قلنا ان هي اللاند اللي فيها سماد. طب ليه سماد؟ عشان السماد ده بيتعمل من فضلات الحيوان، والفضلات الحيوان احتمال يكون فيها الاورجانيزم ده، لانه اصلا بيعيش في الجي اي تي بتاع الحيوان. قلنا presence of foreign bodies و mixed infection و biogenic bacteria طبعا اللي بتعمل لك بس، كل ده بيزيد فرصة ان التيشو ده ما يوصلوش بلاد، وده احنا عايزينه عشان نعمل نكروزس في التيشو ده ونموته. تمام. وفي اخر حاجة بيقول لك ان ده برضو بيساعد ان البكتيريا اللي عندها سبورز تخلع السبور بتاعتها وتطلع التوكسينز بتاعتها. اتكلمنا على السكاروليتك، قلنا ان هي ان هو ليدنج رول، بيعمل بيخش يعمل فرمنتيشن للشوجر، بيطلع اسيد وجاز، الجاز بيعمل ديستنشن، بينترفير مع مع البلاد سبلاي، بيخنق البلاد فيزلز اللي رايحه للعضله، فبالتالي بيعمل نكروزز. وبيقول لك الاكزوتوكسين اللي بتطلعه الاورجانيزم ده بيساعد في النكروزز والاديمه، وبيعمل حاجه اسمها هيموليتيك انيميا. ليه؟ لانه بيطلع هيمولايسين، بيعمل بيتا هيموليسيس، فبيساعد فبيعمل هيموليتيك انيميا. تاني حاجه البروتينيتك اورجانيزم بعد العركه اللي حصلت هنا دي، ده بيخش بيهاجم النكروزز اللي حصل ده، الديد تيشو ده او التيشو الميت ده بيهاجمه، وده المسؤول عن البلاد كلر والباد اودر. الدايجنوز قلنا فيها سبيسمنت وسمير وكالتشر. سبيسمنت بناخده بالباص او التيشو او الوند، السمير بناخده تحت الميكروسكوب بتطلع جرام بوزيتيف سبور. الكالتشر قلنا بنحطها في كالتشر بلاد اجار ونشوف المورفولوجي او البايوكيميكال رياكشنز اللي منها شوجر فيرمنتيشن واللاتماس ميلك تعمل لي ستورمي كلوتس زي دي. قلنا الناجلرز رياكشن دي حاجه مهمه جدا، بنجيب كالتشر من الايج يوك اللي فيها ليسيسن ونحط فيها الاورجانيزم ده، الاورجانيزم اللي بيطلع الليسيسينيز، وبنحط في جزء من الكالتشر نص ونحط فيه انتي توكسين الليسيسينيز، والنص التاني ما نحطش فيه انتي توكسين للسينيز، فبيطلع لي النص اللي ما اتحطش فيه انتي توكسين بيطلع لي ابليسنس او توربيديتي كده، بيبقى معكر شويه نتيجه التفاعل اللي حصل. قلنا تاني حاجه انيمال اونكيوليشن، دي بنجيب فار صغير كده وبنحقن فيه الكالتشر اللي فيها الاورجانيزم، فالفار ده بيموت من يوم ليومين، بيقول لك لو انت اديته انتي توكسين هو ده هيحميه، مش هيموت ان شاء الله. البريفنشن والتريتمنت، قلنا البريفنشن لازم تعمل كليننج كويس للجرح وللسيرجيكال انسترومنت اللي انت هتستخدمها، لازم انت طبعا تستخدم انتي بايوتكس. التريتمنت قلنا ان احنا لازم احتمال نعمل اكسيجن للتيشو ده كله، ولازم نعمل ادمنستريشن للانتي بايوتكس. طبعا الانتي بايوتكس مهمه جدا، وندي انتي توكسين عشان التوكسين اللي ماشيه في الدم، نعمل حاجه اسمها هايبر باريك اوكسجين، نديله اوكسجين خام عشان ده احتمال يساعد في ان احنا نوصل الاكسجين للتيشو. اتكلمنا عن حاجه اسمها اكيوت نيكروتايزنج فاشيايتس، قلنا ان ده ليها كلمتين بس، سيفير بيعمل سيفير تيشو ديستراكشن، الاورجانيزم اللي بيسببه ستريبتوكوكال بايوجنز وبيطلع توكسين اسمها اكزوتوكسين بي، بتشتغل كبروتييز، بتقعد تكسر في البروتين، فبتعمل ثلاث حاجات، توكسيك سيندروم توكسيك شوك سيندروم، وبتعمل سيبتيزيميا، سيبتيزيميا ان في بكتيريا وتوكسين ماشيه في الدم، وفي بتعمل طبعا نيكروتايزنج فاشيتس اللي هي سيفير تيشو ديستراكشن. البكتيريا دي بنسموها فليش ايتنج بكتيريا من شده السيفيريتي بتاعتها، فهي زي بتاكل الفليش او اللحمه كده، بتاكل اللحم بتاعك، عافانا الله واياكم. يعني ده سببها، بيقول لك ده سبب يمكن من المايرور تروما، حاجه صغيره جدا، مثلا هرشت او عورت نفسك بحاجه خفيفه، احتمال تصاب او بالانفكشن دي، بتعمل فاشيايتس طبعا زي ما قلنا، ومايوستايتس يعني التهاب في المصل، وبعديها از كومبليكيشن احتمال يعمل لك مشكله في الكدني، واحتمال تعمل لك مشكله في الريسبيريشن او في الريسبيراتوري سيستم، لان بيحصل سيبتيزيميا، ده بيخش الدم، فالدم بيروح في كل حته. تمام يا دكاتره. اللاب دايجنوزز، قلنا ان بناخد سبيسمن من الباس او بلاد سامبل، جرام بوزيتيف بنحطها تحت الميكروسكوب بنلاقي جرام بوزيتيف كوكاي. الكالتشر بنلاقي لازم نضيف 5% سي او 2، لازم تكون 5% سي او 2 طبعا بلاد اجار. ايدنتيفيكيشن هنعرفها ازاي؟ هنلاقي بعد 24 ساعه من الانكيوبيشن او نحطها في كالتشر هتلاقي عاملاها بيتا هيموليسيس، عامله ايه؟ عامله بيتا هوموليس. حاجه تانية ان احنا بنعمل رياكشن اسمه كاتاليز رياكشن، بيطلع لي نيجاتيف، فهو كاتاليز نيجاتيف.
تالت حاجة إن في أنتي بايوتيك اسمه باسيتراسين، لو حطيته ده بيموت البكتيريا دي، لأن البكتيريا دي حاجة اسمها باسيتراسين سنسيتيف، مش ريزيستنت ليها، فبتموت بالباسيتراسين. آخر حاجة تريتمنت قلنا البليسينن ذا دراج أوف تشويس، لو عايزين نعمل بروفلاكتيك بندي لونج أكتنج بليسينن، ودي آخر حاجة إريثروميسين لو أنت عندك أليرجي من البليسينن. تمام، ده كان مراجعة سريعة كده، وشكرا لكم.